في جماهير النادي الاهلي سواء على السوشيال ميديا او حتى في الشارع القروي بعد قرار تعيين المدير الفني فايلر. الحقيقه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي ضربت مثال في كيف يتم دعم النادي الاهلي بعد اول يوم غضب على السوشيال ميديا، ثاني يوم تحديدا بيتصدر تويتر او بيتصدر جماهير النادي الاهلي تدعم فايلر تويتر في مصر. طبعا يا فارس تباين، شفت انت ازاي التباين ده من غضب لفجأة تاني يوم دعم بكل قوة للمدير الفني الجديد من جماهير النادي الاهلي؟ كان يا احمد انا بشوف ان احنا دي ظاهرة صحية. اولا دعم الجمهور ده شيء مفروغ منه، زي ما كنا بنتكلم يا احمد ان طبيعي بيكون لكل مشجع رأي في اي مدير فني بيتم اختياره لاي فريق، ولكن مفيش حد بيتمنى ان النادي اللي بيشجعه يفشل، مفيش حد بيتمنى ان المدير الفني لفريق بينتمي ليه يفشل. طبيعي اتحول الموضوع يا احمد كله لفكره احنا مع الراجل، بنساند، بنشوف التجربه، بنرصد، بنتمنى لها النجاح. واتكلمنا يا احمد ان الموضوع ده، انا بس عايز اركز ان في نوعيه اللي هي جماهير النادي الاهلي بالفعل هي اللي انت بتتكلم عنها، اللي هي طبعا فكره الدعم وانها بتتمنى فوز النادي الاهلي، واللي هي بتعلي مصلحه النادي الاهلي على اي مصالح شخصيه، عشان بس نكون واضحين ومحددين في الكلام. اكيد بنتكلم، وعشان كده ميزنا ان طبيعي ان انت تقول رايك، اي اختيار مدير فني طبيعي يكون انت مؤيد، عندك تحفظات، العالم كله كده يا جماعه. كنا بنتكلم ان انت يا احمد لو خدت الموضوع بالسيره الذاتيه في مدارس مختلفة، قد يكون حد بيميل لفكرة اختيار السي في بيكون فيه بطولات، في حد بيراهن على الشخصية، في حد بيراهن على فكرة الطموح. بالظبط الموضوع السن مختلف، في حد بيراهن على فكرة الخبرة اللي بتتعاكس من طول مدة التدريب او حاجة. احنا نفسنا اختلفنا قبل الحلقة، انت مثلا كنت بكلمك في فكرة ان انا بميل للسيرة الذاتية اللي يكون فيها نوع من انواع البطولات، وبعد كده لقينا نفسنا بنروح لفكرة مثلا جوزيه مورينو قبل بورتو وهكذا. انت هتروح لفرق كتير جدا، هتلاقي مدربين توهجهم كان مع الفرق اللي ساعدتهم على التوهج، وهم قبلها اكيد كان مسيرتهم مختلفة. ده حتى مورينيو مع نفس الفريق، يعني توهج مع تشيلسي جدا ورجع بالزبط مرحلة تانية مع تشيلسي ما كانش بنفس التوهج ده. وحتى النجاح مع الجراندي انتر اللي عمله مورينيو وسنوات نجاح عظيمة وتحقيق دوري ابطال اوروبا، لما مانشستر يونايتد حب يحاكي فكرة ان هو شخص بيقدر يرجع الفرق للبطولات على المستوى حتى القاري، لا التجربة ما نجحتش بشكل كامل. عوامل يا جماعة نجاح اي مدير فني بتختلف، وعشان كده انا بحس ان احنا مش محتاجين يا احمد نصعب القصة على نفسنا. ورافة لو هنضرب امثلة كتير عندنا، رافة بينيتز بعد سي في قوي جدا وبطولات قوية جدا وراح مع ريال مدريد فريق عظيم جدا وبيمتلك كل الامكانيات وكل عوامل النجاح، ما قدرش يحقق النجاح اللي هو بالسي في. بعد كده نيوكاسل في الدرجة الثانية في انجلترا، بعد كده حاليا في الدوري الصيني، مع ان هو مدرب يا احمد قدر ياخد كاس الاتحاد الاوروبي مرتين، خد السوبر، خد تشامبيونز ليج مع ليفربول، حقق اكتر من بطوله، حقق الدوري الاسباني مع فالنسيا، حقق نتائج جيده جدا. ولكن اي مدير فني بين التصاعد وبين الهبوط، ولكن الحكم انت بتراهن على ان كل تجربه يا احمد لها معطياتها. وحتى اي مدير فني مفيش ضمان لنجاح مدير فني، والتباين اللي بيحصل ده حصل برضه في اماكن تانية كتير زي الاجري اليوفي، والاجري طلعت حمله قويه جدا على رجلي في بدايه تعيينه، ولكن مع تاني يوم او مع اول مباراه الاجري بقى مع اليوفي 5 دوري ورا بعض، 4 كاس، وبنتكلم ان هو وصيف اوروبا مرتين تشامبيونز ليج. مش معنى كده ان الجمهور مفيش حاجه يا جماعه لازم نفهم، انت من حقك تقول رايك، واحنا بنتكلم ان احنا حتى احنا الاثنين لنا اراء مختلفه عموما، لكن هنا بنستعرض كل الاراء. ده اللي احنا قلناه، احنا هنا ما بتطرحش وجهه نظرك انت الشخصيه بقدر ما انت بتطرح ان التباين ده شيء صحي، وانه طبيعي يكون الجمهور عنده تحفظات، طبيعي ان في جمهور يشوف لا ان ده الاختيار هو الامثل. ومش عايزين نتعامل مع كل حاجه يا جماعه بحساسيه، في امور في العالم كله دي طبيعتها، والجدل اللي بيحصل فيها هو شيء في النهايه ممتع، وبنشوف التجربه وبنقيم في الاخر. لكن انا حابب اتكلم يا فارس فكره الناس بقى المستمره في الانتقادات، يعني في ناس بقت تقوم من النوم كده انا هشوف هنتقد النادي الاهلي النهارده في ايه، صباح الخير النادي الاهلي النهارده فيه سلبيه كذا، صباح الخير النادي الاهلي فيه سلبيه كذا. يا جماعه جماهير النادي الاهلي، انا مش بقول لك ما تنتقدش، انتقد، ولكن الهجوم المبالغ فيه ده مش في مصلحه النادي الاهلي. احنا محتاجين نوفر او نسخر طاقتنا كجماهير النادي الاهلي اننا ناخد النادي الاهلي في سكه البطولات، ويرجع النادي الاهلي تاني يا فارس في سكه بطولات افريقيا، لان بصراحه بنشوف حاجات كبيره جدا على السوشيال ميديا. انا خارج من السوشيال ميديا وفارس كمان زميلي وبنعتز بيهم جدا، لكن برضه لما الموضوع يزيد عن الحد
والموضوع يبقى فيه تغليب مصالح شخصيه، لا بنقول ستوب يا جماعه، واحنا بنكلم نفسنا مش بنكلم الجمهور كمان، احنا بنخاطب بعض. يعني فعلا طبيعي بيكون لك راي، ولكن وقت الدعم وبدايه التجربه حصل كده مع لاسارتي، حصل كده مع كارترون، حصل كده مع اي حد. مفيش حد، اولا الموضوع يا جماعه ما فيهوش رفاهيه، مفيش رفاهيه ان انت هتدعم او لا تدعم، انت كده كده هتدعم التجربه. بتقيم كل مرحله، كان ليك رايك في الاختيار ده قبل الموضوع، خلاص عرفنا رايك، ولكن في النهايه مع بدايه التجربه وبنحترم كل الاراء، وبنحترم الاراء دي خاصه الاراء اللي فعلا ملموس منها انها هدفها مصلحه النادي الاهلي ودفع النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي. لكن يا جماعه في بعض الناس بقت تطلع تزايد على البعض، وده مش صحيح. عايزين نفض جو المزايدات ده، كلنا جماهير النادي الاهلي، كلنا بندعم النادي الاهلي، ليك وجهه نظر ليا وجهه نظر، اختلفنا في وجهات النظر لكن اتفقنا على حب النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي. اما البعض اللي بيطالب بوقت موجه، انا لازم ارصدها بصراحه، اسمح لي يا فارس ان انا ارصد فكره الناس اللي بتزايد على فكره الانتقاد من داخل المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي. يا جماعه ده سلاح النادي الاهلي، سواء المجله او الموقع او القناه، ما ينفعش اكون انا بوجه سلاح من داخل القناة للنادي الاهلي. طب في الوقت الحالي وشايفين الهجمات الاعلاميه الشديده جدا على النادي الاهلي وتسخير حلقات وبرامج ضد النادي الاهلي، اطلع انا كمان في قناه النادي الاهلي اكون ضد قناه النادي الاهلي، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل يا فارس؟ لا ما يعقلش، ولكن زي ما بنقول من حق كل واحد يقول رايه ويكون له رايه واضح وصريح، ولكن احنا في النهايه هدفك الاساسي اللي انت حاطه قدامك طول الوقت هو نجاح المنظومه دي. نجاح المنظومه دي بيتمثل في ان احنا محددين اهدافنا، وبيجي وقت للتقييم ووقت للدعم، طول الوقت هنفضل نعمل كده، في وقت بنقيم فيه ووقت بندعم فيه. انا حاسس ان الدنيا اتشدت. لا خلاص احنا هنفك الدنيا.